السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة يونت 3 لتالتة ثانوي. طيب إحنا عملنا إيه، أو كانت الفترة اللي فاتت كنا ماشيين إزاي؟ إحنا الفترة اللي فاتت ديت شرحنا يونت 1 ويونت 2 وعملنا عليهم فيديوهات التريكات، وكمان عملنا 3 فيديوهات لكورس الترجمة بتاعت يوم الجمعة، وبأكد إن موعدنا الاثنين والخميس والجمعة الساعة 8 مساءً. احنا بنمسك اليونت في اسبوع بشرحه، لو هو طويل باخد عليه اسبوع، لو هو قصير فبشرحه في حصة واحدة. طيب لو هو طويل باخده في اسبوع، والاسبوع اللي بعديه على طول ببدأ احل عليه من الاسئلة اللي بعرضها على السبورة هنا. طيب ان شاء الله باذن الله من غير ما نتكلم كتير علشان الوقت ما يطولش معنا، احنا هندخل في يونت 3 لتالت ثانوي اللي هو بيتكلم على الفيوتشر. الفيوتشر يعني المستقبل، وعلشان اعبر عن مستقبل في الانجليزي بعبر عنه بست طرق. يبقى عشان اتكلم او اعبر عن المستقبل هعبر عنه بست طرق، يعني عشان اقول هعمل، علشان اقول سوف اعمل، او عشان اقول سافعل او ساعمل بكذا، علشان احط جملتي في المستقبل في الانجليزي لازم احطها تكون واحدة من ست طرق. دلوقتي انت لما بيجي لك سؤال في الاختيارات وبيجيب لك 4 اختيارات، والاربع اختيارات كل اختيار فيهم زمن مختلف عن التاني. طيب دلوقتي انت بتختار الزمن ده في الجملة دي بناء على ايه؟ اكيد طبعا بناء على الاستخدام بتاع الزمن ده. طيب بالنسبة للفيوتشر نفس النظام، الست طرق دول انت هيجيب لك 4 في الاختيارات وهتختار واحدة منهم بناء على استخدامها في الجملة اللي هتحط فيها الطريقة دي. طيب بسم الله هندخل في اول طريقة بتاعت طرق المستقبل. احنا عندنا 6 طرق، اول طريقة بتاعت will، وتاني طريقة going to، وبعد كده المضارع المستمر، المضارع البسيط، وبعد كده المستقبل المستمر والمستقبل التام. ان شاء الله نشرح الستة، عايزك تركز معايا، ان شاء الله الشرح هيبقى بسيط جدا وهفهمك تحل ازاي ان شاء الله. يبقى اول طريقة عشان اعبر عن المستقبل بقول فاعل، بعد كده بجيب will، وبعد كده بستخدم الفعل عندي في المصدر. يبقى علشان اقول هعمل كذا او سافعل، افعل، سوف افعل، عشان استخدم الحاجات دي في الانجليزي هقول فاعل will والمصدر. طيب واحد هيقول لي مستر معلش، يعني وانا لو عايز انفي will فانفيها ايه؟ هنفيها بwant. تمام، يبولنا فيها want. طيب الفاعل اللي عندي اي فاعل هيجي؟ هيجي مع will، يعني مفيش حاجة اسمها سواء كان الفاعل مفرد او كان جمع فهيجي مع will. طيب واحد بيقول لي مستر في حاجة انت مش واخد بالك منها، ان will ديت شكلها فين في المعلوم، دي شكلها فين في المعلوم. طيب هو will الفعل الناقص لما احطه في المبني للمجهول بعمل ايه؟ قال لي ببدأ مستر بالمفعول، وبعد كده بجيب will، وبعد will بجيب بي، وبعد كده بجيب التصريف التالت. يبقى بنزل مفعول وبنزل will اللي عندي، وبعد will بحط الفعل في المصدر فبجيب لها بي، وبعد كده بحط مين؟ التصريف التالت بعد بي. طيب لو انا قلت I will play tennis، I will play tennis، انا هلعب ايه؟ التنس. فقلت will play، دلوقتي انا لو قلت will play، will play يعني هلعب التنس. طيب انا عايز اخليها في المبني المجهول فهعمل ايه؟ مش انا قلت I will play tennis فهجيب تنس في الاول المفعول، بعد كده اقول will be واحط play في التصريف التالي تبقى played. طيب دي بالنسبة لتكوين اول طريقة في المعلوم وفين وفي المجهول. طيب هو انا عايز استخدمها بقى في الجملة، اعرف ازاي نستخدمها صح في الجملة من خلال اللي هكتبه دلوقتي. اول استخدام علشان استخدم فيه will والمصدر او مفعول will be والتصريف التالت اللي هو المجهول بتاعها، ايه هي الطريقة ديت؟ قال لي مع القرار السريع، مع القرار
السريع. يعني ايه قرار سريع؟ دلوقتي يا مستر، دلوقتي انا الدنيا بتشتي بره، الدنيا بتشتي بره، فانا شفت الشباك بتاعي مفتوح، شفت شباك بيتنا مفتوح، فاول ما شفت الشتاء والشباك مفتوح قلت I will close the window، هقفل الايه؟ هقفل الشباك. فقلت انا هقفل الشباك، جاب will وبعد كده جاب مين؟ جاب close اللي هي will والفعل في المصدر. طيب جاب will close عشان استخدم will عشان قرار سريع، انا هقفل الشباك على طول، ما لسه ما فكرش ان انا هقعد لسه شويه بقى لما اشوف طب هتدخل ميه جوه ولا لا. خلاص، هو انت مجرد ما الدنيا شتت او شفت الدنيا بتشتي والشباك مفتوح انت قلت هتقفل الايه؟ هتقفل الشباك على طول، فده كان قرار، كان قرار سريع بالنسبه لك. طيب بعد كده يا مستر بنستخدمها مع العمر. يعني ايه مع العمر؟ دلوقتي ولنفرض ان انا السنه الجايه هيكون مثلا عندي 25 سنه، فهقول I will be واكتب ال 25 سنه بتاعتي اللي موجود عندي او اللي انا بقول عليه I، وبنزل will وبنزل الفعل في المصدر اللي هو بنزله بي، مش بي ديت، انا عندي بي دي اللي هي الفعل اصلا هنا معلوم، و 25 سنه years old تمام. ديت بنستخدمها برضو، استخدمنا will مع مين؟ مع العمر. طيب كمان يا مستر دي كده اول طريقة او اول استخدام عشان استخدم will. طيب تاني استخدام، هو تاني استخدام ان انا لما باجي افكر او اني بعتقد او بتنبأ شيء او اي حاجة، بس ما بيكونش معايا دليل، ما بيكونش معايا دليل، يبقى انا هنا بتنبأ بس ايه؟ بس بدون دليل. يعني انا بتنبأ يا مستر بس بدون مين؟ بدون دليل. ازاي بتنبأ بدون دليل؟ بمناسبة ان الماتش الاهلي والزمالك اللي فات، انا قبل المباراة قبل الماتش كنت بقول ان I think، انا اعتقد الاهلي will win the match، ان الاهلي هيكسب او هيفوز في المباراة. انا ما عنديش دليل ان الاهلي هيفوز، بعيدا عن الناس الاهلاوية اللي بيقول لك احنا واثقين قوي في النادي بتاعنا. انا ما بتكلمش على الثقة هنا خالص، انا بتكلم على ان هو هيفوز، الاعتقاد بتاعي. انا بقول انا اعتقد ان الاهلي هيفوز في المباراة، انا ما عنديش دليل. اذا انا ما عنديش دليل، فهستخدم هنا will والايه؟ will والمصدر. فهقول I think، I think، وبقول الأهلي وبنزل will win the match، الأهلي هيفوز في المباراة. وطبعا الأهلي كسب على الزمالك 5-3 علشان الزملكاوية اللي ما يعرفوش، ومحدش يقول ان انا زملكاوي. طيب تعالى بقى نكمل ايه باقي الدرس. طيب احنا قلنا استخدم will مع مين؟ مع قرار سريع ومع العمر، وبنستخدمها لما بيكونش معايا دليل. هو لما قلت الاهلي هيفوز ما كانش معايا دليل. طيب خد بالك كمان انا بستخدمها مع الصفات الشخصية، الصفات الشخصية. انا بقول ان الاهلي ده فريق جامد جدا، الاهلي ده فريق لعيب، ده فيه لعيب بيجري هناك ولعيب هنا، ده الفريق ده جامد، الاهلي فريق احسن فريق في الدوري المصري. يبقى انا بتكلم على ان الاهلي احسن فريق في الدوري المصري، ده مش دليل، ده مش دليل. طب احسن فريق في الدوري المصري معنى كده ان هو مثلا ممكن يكسب على طول؟ طب ما هو ممكن يخسر من الزمالك، كان ممكن يخسر من الزمالك على فكره، بس هو كان ده اصلا دي حظوظ، هي حظوظ ونصيب، يعني هي حظوظ، والاهلي طول عمره بيكسب حظ معروف. طيب دلوقتي احنا بنقول ان الاهلي فاز او هيفوز في المباراه، طيب انا ما كانش معايا دليل. وبالنسبه من ان الاهلي، واحد هيقول لي طب ما انا الاهلي هنا، الاهلي ما هو مالي مكانه، والاهلي ما مش محتاج اتكلم عنه، ده فريق جامد، هتستخدم ما عيش دليل ازاي؟ يعني ده كفايه اصلا ان انا بقول اهلي. لا، الصفات الشخصيه ليست بدليل. يعني بقى انا لما بتكلم عنه صفات شخصيه، انا بقول الاهلي جامد ومش عارف ايه وهيفوز عشان هو لعيبه حلوه، لا، الصفات الشخصيه ليست بدليل. يعني ان انا لما اوصفه ان هو فريق جامد، ده بالنسبه لي برضو مش ايه، مش دليل. يبقى قرار سريع وعمر
وبدون دليل والصفات الشخصية. كمان في بعض الكلمات رقم 3، بعض الكلمات لما بلاقيها بستخدم will، زي ايه؟ الكلمات imagine وزي hope زي think predict، ولما اقول expect واقول probably، ولما اقول sure او اقول مثلا perhaps. بعض الكلمات دي لقيت الكلمة ديت بختار will ومين، will المصدر، اختار will والمصدر. بس خلي بالك وانت بتختار الكلمة ديت اللي لقيتها هنا اللي هي think مثلا، تبص على الجملة ما لقيتش برضو دليل فبختار will والمصدر. يبقى اذا انا بشوف الكلمة، لقيت الكلمة عندي ومفيش دليل باخد will والمصدر. اكد تاني، لقيت الكلمة عندي ومفيش دليل باخد will والمصدر. طب لقيت الكلمة عندي وفي دليل، لا دي حاجة تانية. طيب كلمة عندي ومفيش دليل يبقى باخد ايه؟ باخد المصدر. طيب تعالى في اللي بعد كده، امتى برضو بستخدم will والمصدر؟ بستخدم will والمصدر لما بوعد حد، لما بوعد حد، لما بهدد حد. يبقى لما بوعد او بهدد، لما استاذ بعرض على حد حاجة او لما اطلب منه حاجة. تمام، يبقى لما بوعد او بطلب يعني طلب، يعني request. لما الاقي برضو request فاعرف ان ده طلب بمصدر فبختار will والمصدر request. وعندي العرض offer، و threaten يهدد او يحذر، و promise يعني يوعد. يبقى انا عندي لما بوعد او بهدد او بعرض على حد حاجة او بطلب منه حاجة بختار will والايه، will والمصدر. طيب رقم 5 واللي هي الاخيرة، رقم 5 والاخيرة، انا عندي ان الروابط الزمنية، الروابط الزمنية مستر، او ادوات الشرط اللي هي if و unless. قال لي لما دول بيجوا عندي ويجيبوا بعد كده مضارع تام او مضارع بسيط، الجملة التانية مستر بستخدمها على طول مستقبل will والمصدر. يبقى انفع استخدم will والمصدر مع مين؟ مع الروابط الزمنية، بشرط وجود هنا مين؟ will، او شرط وجود مضارع تام او مضارع بسيط. تعالى نشوف مثال. After he has finished، بعد ما يخلص الواجب مثلا، اقول he will watch TV، هو هيسمع التلفزيون او هيشاهد التلفزيون. طيب انا ايه اللي حصل معايا هنا؟ قال لي جاب هنا اللي هي الرابط الزمني after، وبعدها جاب مين؟ مضارع تام، مضارع تام، وبعد كده جاب مين؟ will وال ايه؟ will والمصدر. كان ممكن برضو استخدم هنا مكان مضارع تام استخدم finishes اللي هي المضارع البسيط. يبقى انا عندي 5 استخدامات لويل. اول استخدام لويل قرار سريع ومع العمر بدون دليل والصفات الشخصية، ولما الاقي الكلمات ديت وما يكونش معايا دليل، لما بوعد او بهدد او بطلب او بعرض على حد حاجة، لما بستخدم الروابط الزمنية او ادوات الشرط اللي هي الروابط الزمنية اللي زي ايه؟ after و as soon as و before و by the time و when والحاجات دي، once الحاجات ديت دي اسمها روابط زمنية، بستخدم معاها مضارع تام او مضارع بسيط، او بعد كده بجيب will ولا ايه؟ will والمصدر. وعندي ادوات الشرط if و unless بستخدمها برضو مع مضارع تام بسيط، مضارع تام او مضارع بسيط، وبعد كده بجيب will ولا ايه؟ will والمصدر. طيب بعد كده يا مستر احنا خدنا اول طريقة اللي هي بتاعة will والمصدر. will والمصدر عرفناها في المعلوم وعرفتها فين؟ في المجهول. عرفت ان انا بستخدمها مع 5 حاجات، او بستخدمها
لما بلاقي واحدة من الخمس حاجات دول. طيب دي كانت أول حاجة، كانت والمصدر. تاني حاجة يا مستر، قال لي بستخدم فاعل وبعد كده بجيب am أو is أو are، وبعد كده بختار going to، وبعد كده بجيب الفعل عندي في المصدر. فاعل am و is و are، going to زي الفعل في المصدر. لو انا عايز انفيها بحط يا مستر not ل am او is او are. طيب خد بالك يا مستر كمان ان ديت شكلها فين؟ شكلها في المعلوم. امال شكلها في المجهول يا مستر؟ قال لي شكلها في المجهول اهو. ببدأ بالمجهول اللي هو المفعول، في المفعول في المجهول ببدأ بالمفعول، بعد كده بنزل am او is او are، بتعامل على ان am او is او are going to زي will كده بالظبط، فبنزلهم زي will بالظبط اهو going to. وبعد كده عملنا ايه مع will؟ حطينا بعديها ايه؟ be، والتصريف التالت برضو نفس النظام هنا be، وبنزل التصريف التالت. يبقى دلوقتي انا عندي going to في المعلوم و going to في المجهول. في المعلوم فاعل am و is و are going to المصدر، وفي المجهول am فاعل مفعول am و is و are going to be والتصريف الثالث. ممكن هنا برضو لو عايز انفي احط not عادي. طيب اول استخدام علشان استخدم فيه going to يا مستر، قال لي going to عكس will ما كانش بيكون في دليل، لكن هنا تنبؤ بوجود دليل او تنبؤ بدليل. طيب هنا بيتنبأ بدليل. طيب ازاي بيتنبأ بدليل؟ بيكون معايا دليل في الجملة والجملة التانية بيقول لك هيحصل كذا. تعالى نشوف مثال مع بعض. لو قلت لك there are a lot of clouds، في سحب كتير. it is أو it's going to rain. إيه ده؟ استخدمت إيه؟ يا مستر بص خد بالك، في سحب كتير أهي، ده الدليل، في سحب كتير فهو ده الدليل. وبعد كده استخدمت الدليل، بعد عشان لقيت الدليل استخدمت going to، فاستخدمت is علشان الفعل مفرد أو it بيجي معاها is، وبعد كده going to، بعد كده استخدمنا عند مين؟ الفعل عند فين؟ في المصدر. وجملتي معلوم، جملتي معلوم. طيب خد بالك اني هرجع اكد لك على حاجة. شفت الكلمات اللي احنا كتبناها دي اللي هي كتبناها عند ويل، قلنا لما الاقيها وما الاقيش معاها دليل باخد مين؟ باخد ويل. طيب بقول لك دلوقتي الكلمات ديت لما بلاقيها هنا، الكلمات ديت لما بلاقيها هنا ومعايا دليل باخد مين؟ باخد going to. يبقى تاني حاجة يستخدم مع مين؟ مع بعض، مع بعض الايه؟ مع بعض الكلمات اهي، الكلمات اللي هي هنا تحت في رقم 3. يبقى يستخدم مع بعض الكلمات بس مع وجود دليل. يبقى يستخدم مع بعض الكلمات بس مع وجود مين؟ مع وجود دليل، مع وجود دليل. طيب رقم 3 بستخدم فيها going to لما اكون يا مستر مخطط اني اعمل حاجة، او اكون مقرر وعندي نية اني هعمل حاجة، كل ده في المستقبل. بختار مين في المستقبل ساعتها؟ بختار مين يا مستر؟ بختار going to. يبقى لما اكون مخطط اني اعمل حاجة او مقرر اعمل حاجة او اني عندي نية اني اعمل الحاجة دي في المستقبل بختار going to. طيب اختار going to. انا عايزك تركز معايا في المثال ده. دلوقتي انا عايش في بيت على قدي بسيط خالص، فبقول انا ان شاء الله يعني اللي هعمل او هعيش او هنتقل يعني السنة الجاية كده في بيت اكبر. فبقول ايه؟ اي في بيت اكبر. هو البيت الاكبر ده او بيت تاني مش محتاج منك انك تخطط وتقرر ويبقى عندك نية؟ اكيد. فبالتالي بقول I am going
to move a bigger house. هنتقل إلى إيه؟ إلى منزل أكبر. إلى منزل أكبر. يبقى هنا لما اخترت أو لما قلت going to move، أنا الانتقال بين منزل لمنزل أكيد محتاج تخطيط كويس، محتاج قرار كويس، يعني مقرر مع الجماعة في البيت وعندك نية للانتقال إلى البيت الأكبر. طيب بعد كده مستر رقم 4، عايزك تركز في القاعدة دي برضو لما لقيهم. بيقول لي في قاعدة اسمها فاعل، فاعل، وبعد كده حاجة اسمها plan يعني يخطط، intend يعني ينوي، وأقول decide اللي معناها يقرر. بيجي بعديهم التلاتة to زائد الفعل فين؟ في المصدر. to زائد الفعل في المصدر. طيب ركز معايا، القاعدة دي مهمة جدا. طيب بص المثال اللي انا هكتبه بيقول ايه؟ بيقول I decided، انا قررت، I decided not my uncle، my uncle، قررت ازور عمي. فبقول to visit ولا بقول visit؟ بقول ايه؟ لا يا مستر احنا هنا مش decide، decide ديت فعل قلنا بيجي بعديه to المصدر، اه يبقى بختار مين؟ بختار to visit، بختار to visit. طيب يبقى انا دلوقتي عندي اربع استخدامات استخدم معاهم going to. ممكن يقولك ان ديت خطتي، دي خطتي ان انا هعمل كذا، فهعمل كذا ديت هتبقى ايه؟ going to، خطتي او نيتي ان انا اعمل كذا او قراري ان انا اعمل كذا. كده خلصنا مستر going to. في حتة بس في going to كده حتة بسيطة، يعني بيقول لك لما تلفت الانتباه او انا بسميها كلمة خلي بالك. طيب انا بقول لواحد لما اشوف ان مثلا دلوقتي واحدة معاها ابنها، فراح عدى على الطريق كده، راح يعدي الطريق، عيل صغير راح يعدي الطريق، فانا بقولها ايه؟ خلي بالك الولد ايه هيتخبط. فخلي بالك الولد هيتخبط، هيتخبط. الها دي اخليها will ولا going to؟ لا احنا هخليها going to. ليه going to؟ انا بقول خلي بالك، انا معايا دليل ان العربية هتخبط، اهي هتخبط، اهي انا شايف ان انا خلاص ايه هتخبطه، فده دليل ان هي العربية هتخبطه. يبقى لما الاقي look out او watch out او take care اللي معناهم خلي بالك، او الاقي be careful كن حريص، خلي بالك هيحصل كذا، خلي بالك هاي هاي هاي، هاي ديت اللي هي المستقبل، هحطها في going to لما الاقي الحاجات ديت. طيب بعد كده مثلا خدنا اول طريقه اللي اول وgoing to، لو فهمت دول فدول يعني سهلين خالص، دول بالتالي اسهل طريقتين فيهم، هم اطول طريقتين. رقم 3 present continuous. يعني يا مستر؟ قال لي يعني المضارع المستمر، والمضارع المستمر احنا بنستخدمه علشان نعبر عن المستقبل. اي المضارع المستمر احنا بنستخدمه علشان نعبر عن المستقبل. طيب معلش يا مستر، والمضارع المستمر ده ايه مين اصلا؟ المضارع المستمر ده اللي كان في المعلوم، اللي كان في المعلوم كان عبارة عن فاعل، وبعد الفاعل كان بيجي am او is او are، وبعد كده بجيب الفيرب في ing، هو ده المضارع المستمر فين؟ في المعلوم. طيب لكن مستر كان شكله في المجهول، كان شكله عامل ازاي؟ كنت مستر ببدأ بمين؟ بالمفعول، وبعد كده بجيب am او is او ار، وبعد كده بجيب being، وبعد كده بحط التصريف التالت. تمام تمام يا مستر. يبقى انا عندي دلوقتي المضارع المستمر اللي هو في المعلوم وفي الايه؟ في المجهول. مضارع بسيط في المعلوم ام واز وار فيرب في ان جي، في المجهول ام واز وار being والتصريف التالت. طب ده كان شكل المضارع المستمر اللي هو انا اصلا عارفه. طب المضارع المستمر ده بقى بستخدمه
امتى، بستخدمه امتى في المستقبل؟ قال لي لما مع الترتيبات مستقبلية. لما تكون مرتب يا حبيبي انك هتعمل حاجة، لما تكون مرتب ان انا هبص، انا بقول انا هعمل حاجة، انا مثلا هسافر، بص كده لما اقول I am traveling to London، انا هسافر الى لندن. هو مش سفر الى لندن، ده هيحتاج ترتيب مستقبلي، هيحتاج ترتيبات علشان المستقبل. هيحتاج. يبقى اذا انا بستخدم مين؟ ام، الفيرب في اي ان جي ام، والفيرب في اي ان جي اللي هو المضارع المستمر. زي انت بتقول دلوقتي انا بذاكر دلوقتي to be a doctor، انا بذاكر علشان اكون دكتور. هو انت هتكون دكتور فين؟ في المستقبل، لكن انت بتذاكر دلوقتي. بس المضارع المستمر بيستخدم للايه؟ بيستخدم للتعبير عن المستقبل، بيستخدم للتعبير عن المستقبل. طب ايه استخدامه في المستقبل؟ ترتيبات مستقبليه، ترتيبات مستقبليه، بستخدمه مع الترتيبات الايه؟ المستقبليه. طيب دلوقتي بقى في قاعده عايزك تركز معايا فيها، بيقول لي في قاعده بتبدا بفاعل وبعد كده بيجي حاجه اسمها arrange او prepare، يرتب ويجهز، بيجي بعديهم to زائد المصدر. خد بالك من حاجه، ايه هي المصدر اللي بتكلم عليها دي؟ هو انا لما الاقي انه مرتب او مجهز بختار مضارع مستمر، لما الاقي مخطط او ناوي او مكرر بختار going to. طيب واحد بيقول لك انا I arranged، انا رتبت، I arranged، انا رتبت not London او to London مثلا، ان انا هسافر الى لندن، فاقول to travel ولا اقول travel بس؟ اقول ايه؟ لا اكيد مثلا انت قلت لنا ان arrange الفعل arrange بيجي بعديه to ايه؟ to زائد المصدر، يبقى to travel، يبقى arrange to travel to London. طيب ودول الاستخدامين بس مستر اللي بيجوا مع المضارع المستمر، المضارع المستمر. ودي كانت الطريقة الكام؟ كانت الطريقة التالتة. طيب بعد كده مستر الطريقة الرابعة عبارة عن البريزنت سيمبل، اللي هو مين؟ اللي هو المضارع البسيط. بريزنت سيمبل يعني المضارع الايه؟ المضارع البسيط. دلوقتي المضارع البسيط ده اللي هو كان شكله عامل ازاي؟ قال المضارع البسيط ده مستر كان شكله اللي كان بيبدا بفاعل وبعد الفاعل ده اما اجيب الفاعل لمصدر لو كان ده جمع، او احط اس او اي اس او اي اي اس لو كان الفاعل ده مفرد. طيب يبقى ده شكله فين؟ شكله في المعلوم، شكله في المعلوم. طيب شكله بقى في المجهول كان عامل ازاي؟ قال لي هو شكله مستر في المجهول، شكله في المجهول كان عامل ازاي؟ شكله في المجهول كنت ببدا بالمفعول، مفعول، وبعد كده بجيب ام او از او ار، وبعد كده بحط التصريف الثالث الفعل. يبقى ده كان شكله فين؟ في المجهول. يبقى المضارع البسيط اما يجي شكله معلوم كده او يجي شكله في المجهول كده. طيب المضارع البسيط بقى، المضارع البسيط استخدمه مع المستقبل امتى؟ قال لي بستخدمه مع المستقبل بكل بساطة مع الجداول والمواعيد الثابتة. دلوقتي اي جدول واي ميعاد ثابت بختار المضارع البسيط على طول. طيب البرنامج الفلاني الفلاني هيشتغل بكرة الساعة 8، هيشتغل في المستقبل صح؟ طب هيشتغل بكرة الساعة 8 وبرنامج جداول ومواعيد ثابتة، يبقى بختار مضارع بسيط. طيب انا هركب قطر بكره الساعه 8، هو قطر ده مش ميعاد ثابت، يبقى اختار مين؟ مضارع بسيط.
طيب انا بكره في مسلسل هيشتغل الساعه كذا، طيب مش ده ميعاد ثابت؟ ايوه. طب في فيلم هيتعرض على السينما في الساعه كذا، مش ده ميعاد؟ ايوه ميعاد ثابت. يبقى بالتالي بختار مين؟ بختار المضارع الايه؟ المضارع البسيط. كمان لما اقول ان طيارتي ماي بلان، ان طيارتي مالها؟ قال لي ان طيارتي ليفز، هتغادر في الساعة مثلا 7:30، 7:30 تومور. في ناس بتستغرب تقول لك ازاي تومورو اللي هي مستقبل مع المضارع البسيط اللي هو ليفز، فده عادي لان المضارع البسيط بيعبر عن المستقبل في الجداول والايه والمواعيد الثابته، في الجداول والمواعيد الايه الثابته. وكده يا مستر خلصنا اول 4 طرق في المستقبل، فاضل لنا الطريقتين اللي هما بتوع مين؟ المستقبل المستمر والمستقبل الايه التام. فتعال ركز معايا فيهم وتشوف هما عاملين ازاي. دلوقتي رقم 5 اللي هو قلنا عليه الفيوتشر كونتينوس اللي هو المستقبل الايه المستقبل المستقبل المستمر. المستقبل المستمر حبيبي عشان تبقى عارف ان هو عبارة عن فاعل وبعد كده will وبعد كده بنزل be وبعد كده بنزل الverb في ing. يبقى المستقبل المستمر مستر فاعل will be والverb في ing، فاعل will be والverb في ing. طيب خد بالك ان will، ان will ديت will، انا ممكن استخدم مكانها may، will ممكن استخدم مكانها may، بس may دي بتعبر عن عدم التأكد، لما تكونش متأكد من الكلام اللي انت بتقوله كويس فتستخدم may مكان will. يبقى فاعل will be والverb في ing. طيب امتى بستخدم المستقبل المستمر؟ بالبلدي كده اهوت حاجة هتكون مستمرة لوقت معين فين؟ في المستقبل. يبقى دي حاجة هتكون مستمرة لوقت معين في المستقبل. دلوقتي انا بقول لك بكرة، طيب بكرة ديت مستقبل صح؟ يبقى كل اللي على السبورة بكرة ده مستقبل. طيب لما اقول لك ان بكرة من الساعة 6 للساعة 9، بص بكرة حددت صح؟ يبقى حاجة هتكون مستمرة في وقت معين في المستقبل. لو انا حددت وقت معين في المستقبل وهتكون مستمرة فيه فبقول ان هو مستقبل، وهتكون مستمرة يبقى مستقبل مستمر، مستقبل ايه مستقبل مستمر. طيب عايزك تركز معايا في المثال ده. انا بقول لك مثلا from من الساعة 6 to 8 I will، قول مثلا هنا tomorrow، مثلا tomorrow من الساعة 6 لـ8 بكرة I will be playing، انا هكون بلعب تنس مثلا. من الساعة 6 للساعة 8 انا هكون بلعب ايه؟ بلعب تنس. حددت وقت في المستقبل، طبعا حددت وقت بستخدم مين؟ will be والverb في ing اللي هو المستقبل الايه المستقبل الايه المستمر. طيب خد بالك ان هو جاب مين؟ جاب from، لما جه حدد from وتو وجاب وقت في النص، يبقى from وبعد كده يجيب لك وقت وبعد كده يجيب تو وبعد كده يجيب لك وقت تاني، فتعرف ان دي بتدل على مين؟ على المستقبل المستمر. كمان ممكن يقول لك all اللي معناها طوال ويجيب بعدها مدة في المستقبل صح؟ ممكن يجيب بعدها مدة فين؟ في المستقبل، ودي برضو بتدل على مستقبل ايه؟ مستقبل مستمر، مستقبل الايه؟ المستمر، المستقبل المستمر. ده كان المستقبل المستمر اللي هي الطريقة الخامسة. تعال لآخر طريقة اللي هي الفيوتشر بيرفكت
اللي هو المستقبل الايه؟ المستقبل التام. هو غريبة شوية، هو انا مش عارف ازاي تم وهو مستقبل اصلا، يعني هو مستقبل تمام وتم ازاي؟ بص بقى الاول، شكله بما اني بقول مستقبل فهيجي في الاول فاعل، بعد كده هيجي will، بعد كده هيجي have، وبعد كده هيجي التصريف التالت. يبقى will have والتصريف التالت هو ده المستقبل الايه؟ المستقبل التام. يبقى ده شكل المستقبل التام. المستقبل التام ان بيجي الاول فاعل، بعد كده will، بعد كده have، وبعد كده التصريف التالت. ممكن انفي will تبقى won't عادي. طيب على فكرة ان اختصار will في كل اللي قلناه، اختصار will اللي هي الابوستروف ال ال، الابوستروف ال ال دي اختصار ل will، وينا فيها won't. won't تمام. بس يبقى ده تكوين المستقبل، المستقبل الايه؟ التام. طيب هو انا امتى باخده اصلا؟ امتى بستخدم المستقبل التام ده؟ بص بقى، مش هو مستقبل وتام؟ يبقى دي حاجه هتكون قد تمت، حاجه هتكون قد تمت قبل وقت معين في المستقبل. حاجه هتكون قد تمت قبل وقت معين في المستقبل. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انا شغال عليها ديت هتكون خلصت قبل وقت معين انا محدده في المستقبل. يعني معنى كده ان الوقت ده هيجي هكون خلصت الحاجه دي. تعالى كده نشوفه انا هعمل ايه، او المثال اللي معايا ايه. طيب بيقول ايه؟ انا بقول لك مثلا I will have done، بلاش done خليها finished، هكون خلصت my homework، واجبي by midday. بص بقى، شفت ديت اللغز في دي، اللغز في دي، بحلول الايه؟ بحلول منتصف النهار او منتصف اليوم. فانا هكون خلصت الايه؟ الواجب. لما يجي نص اليوم، لما يجي بقى نص اليوم اللي هو بيتكلم عليه اللي في المستقبل، هكون انا ايه؟ هكون خلصت الايه؟ الواجب بتاعي. خد بالك بقى ان استخدم فاعل، وبعد كده جاب ويل، وبعد كده ولايت جاب هاف، وبعد كده جاب التصريف الايه؟ التصريف التالت اللي هو finished. طيب اخر حاجة علشان اخلص الدرس، ايه هي؟ بيقول لي ان في حاجة اسمها by اللي معناها بحلول، by اللي معناها بحلول، وعندي حاجة كمان اسمها by the time، by the time اللي معناها بنهاية، by the time اللي معناها بنهاية او قبل وقت كذا، وعندي ان اللي معناها في خلال، ان اللي معناها في خلال. الكلمات ديت بيجي بعديها مدة في المستقبل، بيجي بعديها مدة فين؟ مدة في المستقبل. وبعرف منها او بتدل على ان ايه؟ ان جملتي ديت في المستقبل التام. تمام؟ يبقى زي ما تقول ان هي كلمات دل على مين؟ على المستقبل التام. بس قبل ما تحل برضو لازم تترجم الجملة وتشوف برضو هو جابها صح ولا قصده لعبة تانية. يبقى احنا كده ان شاء الله خلصنا، الحمد لله خلصنا الست طرق بتوع المستقبل بطريقة سهلة لطيفة كده، ايه مع بعض، موضوع بسيط خالص. وان شاء الله باذن الله انت ذاكر ده وهتحل. هنزل لك بقى فيديوهات التريكات. احنا كده الحمد لله احنا خلصنا اليونت 3 في محاضرة واحدة بس. يعني احنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي احنا مش هننزل بقى الشرح تاني، هننزل بفيديوهات الايه؟ التريكات على طول. التريكات بقى عشان نقول لك الحاجات الصعبة، الأسئلة الصعبة اللي بتيجي على الدرس ده نتعامل معاها ازاي؟ نفكر ازاي في السؤال الصعب؟ طيب نحل ازاي اصلا لما يجي لي سؤال صعب؟ كل ده بقى هنقوله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع الأسئلة التريكات. لو انت ما سمحتش يونت 1 ويونت 2 انزل في الديسكريبشن تحت اسمعهم، و
حاول تلم الدنيا مع بعضك عشان ان شاء الله في فيديو تريكات اللي هو بتاع المستقبل تكون خلصت 3 يونتس، فالموضوع يكون ماشي تمام معاك ويكون ماشي مترتب الشرح تمام. طيب دلوقتي احنا مواعيد نزول فيديوهاتنا الاثنين والخميس والجمعة الساعة 8 مساء. طيب في فيديوهات بتنزل في خلال اسابيع التانية. طيب احنا عاملين سلسلة تانية اسمها سلسلة جديدة عاملينها على القناة اسمها لو جيت قلت لك. لو جيت قلت لك دي احنا بنعرض سؤال، يعني سؤال واحد بس في فيديو قصير جدا. السؤال ده احنا بنسمع الاجابة منكم، السؤال بيكون غايب عن عقولكم كلكم بعيد عن تفكيركم خالص، وحاجة انتوا بتبقى ايه ده اللي هو اجابتها ايه هتبقى ايه، يعني بتبقى مستغرب من الاجابة بتاعتها وانت ما بتبقاش عارف اجابتها. فالحاجة دي انا بجيبها لك كده من وسط الشرح وبقول لك اجابتها ايه، فدي حطيناها في سلسلة اسمها سلسلة لو جيت قلت لك، وبرضه موجودة على القناة. نزلنا اول فيديو والحمد لله كان الناس اتفاعلت معاه كويس، وكمان انا عندي يوم الجمعة بنزل الساعة 8 فيديو خاص بالتأسيس، واللي مكمل معايا ان شاء الله يوم الجمعة ده خاص بالتأسيس لحد اخر السنة. احنا دلوقتي ماشيين في التأسيس في كورس الترجمة، وان شاء الله مستمرين هنخلص كورس الترجمة هندخل في تأسيس تاني واللي انتم محتاجينه ان شاء الله. طيب دلوقتي لو انت اول مرة تشوف القناة يا ريت تعرف صاحبك بالقناة ديت او تعرف كل زمايلك بالقناة عشان نعرف القناة دي لكل الناس، وتحاول تدعمني برضو علشان اقدر اكمل المنهج كله معاك ان شاء الله لاخر السنة. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، سلام.